السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا في اللقاء الفات ان انا كيف اعبر المجسم تبعي وكيف احط عليه الخامات وكيف اعمل ملف الانيميتور وكيف اخلي المجسم تبعي هذا او اللاعب تبعي يتحرك باستخدام الانيميت ملف الانيميتور تبعي. الان السؤال، طب انا لو ما بديش اياه يبقى واقف، بدي اياه يبقى بيمشي مثلا، راح امسك الملف تبعي الواقف هذا واعمل له ديليت، وامسك الران على افتراض واحطه. اول واحد بحطه تلقائيا بصير في ربط عشان هو راح يشتغل تلقائي. شغل الفيديو تبعي، هاي الولد قاعد ايش ماله؟ حضرته بيجري، صح بيجري مكانه بس بيجري. طيب، طب لو انا بدي اياه يبقى اول شيء واقف وبعد ما يقف يمشي مثلا، بمسك المشي تبعي، بمسك الفيديو، مسكت الفيديو الايدل وحطيته، مسكت فيديو الووك وحطيته. الان هو في حالة ايش؟ الايدل، راح يضل يعيد في الايدل. طب كيف اخليه يروح على الووك؟ هو في الايدل وراح يضل في الايدل، مش راح يروح على الووك. ليش؟ لانه فيش سهم هنا يخليني اوصله، فمش راح يروح، راح يضل يعيد. طب ها كيف بدي اروح؟ بعمل سهم، بمسك من هذه بقول له اعمل لي سهم على هذه، امسك الايدل باليمين، ميك ترانزيشن، اعمل انتقال ل الووك، اعمل لي سهم. هاي شايفين السهم وصار في انتقال. الان لو عملت بلاي، هاي واقف اخونا بالله وبتجبد ماخذ راحته، وبعدين من اول ما ينتهي الفيديو راح ينتقل على الووك ويصير يمشي. الووك في مكان يروح عليه، في سهم يوديه مكان ثاني؟ لا، راح يضل مكان واقف. خلاص اه خلاص، مش هيضل يعمل ولا حاجه. طيب ايش بدنا نسوي؟ بدي اقول له اسمع، هو مش عكيفه يضلوا يمشي، انا بدي اياه يمشي وقت ما انا بدي اياه يمشي. يعني السهم هذا مش عكيفه ينتقل فيه، بدي احط حارس هنا، بواب، بحيث انه لما اقول له اسمح له ينتقل من الايدل للووك ينتقل، واذا مش مسموح له يضلوا هنا، يضلوا في الايدل ما يعملش ولا حاجه، يضلوا هنا بعيد في نفسه. يعني السهم هذا لازم اتحكم فيه. عشان اتحكم فيه بعص على السهم، له السهم هنا، له قصه هنا. طيب كيف؟ وين الحارس؟ وين الحارس؟ وين اللي عمله؟ بروح على قائمة باراميتر هنا وبدي اعرف متغير. زكين المتغيرات او الاتريبيوت اللي كنا نعرفها في المايا هان نقدر نعمل زيها. بنروح على زائد، بقول له بدي اياه بولين، بولين يعني يا ترو يا فولس، ذاكرين؟ عص عليه، راح اسميه از ووك، يعني هل الولد تبعي بيمشي؟ إذا كان بيمشي، إذا كان ترو صح بيمشي راح أخليه يروح على اللي هنمشي، وإذا كان فولس راح أخليه ما يقدرش يمشي الطريق هذا، سكر الطريق هذا. لازم تبقى هذه صح علشان حدته يقدر يروح على مرحلة المشي. عشان أعمل الكلام هذا راح أجي على السهم، الحارس اللي بدي أحطه على السهم هنعلم عليه، وبدي أقول له اسمع بدي أضيف حارس عندي هان، حط زائد. الحارس طبعا بينفع كتير فيها حراس، بس ما مش عامل لحارس واحد، مش عامل له متغير واحد اسمه ازوك. اذا كان ازوك، بما انه هذا بولين يعني يا ترو يا فولس، في شيء خيارين، اذا كان ازوك الترو اسمح له يمشي. طب واذا كان فولس؟ ممنوع يمشي. اذا كان ازوك فولس ممنوع، لازم ازوك تكون ترو عشان حضرته يمشي جوا هان. علم علم. شغل الفيديو. هيو اخونا بالله، هيو مبسوط، فكر حاله راح يروح على الووك، لكن حضرته مش راح يروح على الووك عشان احنا حاطين حارس هان اسمه ازووك، اي بعيد في نفسه. لكن لما نعص صح على هذا، تعالوا شوفوا لما يخلص الفيديو صح، هذا سمح له الحارس، لا راح على الفيديو الثاني. اذا انا حطيت بواب يمشي عليه، يقدر يعبره او ما يعبروش. طب واذا قمت الصح كمان مره راح يضله، خلاص هو مش محتاج، هو زي ما تقولوا خش البلد، تسكر المعابر، تفتح هو ما شاء الله خش وخلص. طيب راح اعمل كمان سهم ثاني ونحاول ننهي الموضوع عندي هنا. ووك ارجع عشان يقدر يرجع، وعلى الرجوع هنا راح اقول له وقت ايش بدك ترجع يا ابني؟ ارجع اذا كان از ووك بيساوي فولس، يعني اذا كان هذه مقيوم منها الصح والله ارجع، ارجع لمكانك وقف الايدل. لكن اذا كان انت في الايدل والصح هذا محطوط صح، روح على الووك. هات نشوف. هاي اخونا بالله ماشي، مش محطوط صح، انا معناته ممنوع يخش، معناته راح يضل يعيد في نفسه.
مفيش مشاكل. طب المره الجايه احط له صح، نشوف بعد ما يخلص الحركه تبعته ويخلص يتجبد راح على الووك. الان في الووك مسموح له يرجع على الايدل؟ مش مسموح له عشان هذه محطوط عليها صح، لكن لو قمت الصح وخليتها فولس الان رجع على الايدل. فانا هيك صرت اتحكم واكتشف اللاعب تبعي بمشي واكتشف بقى واقف، وكمان شويه راح نضيف واكتشف بقى يجري واكتشف بقى يعمل بده اياه. ضايل شغله صغيره، لما انا احط صح انا ليش لازم اخلص الفيديو تبعي عشان ينتقل للووك؟ ما ينتقل مباشره. عشان اعمل الكلام هذا راح امسك السهم تبعي هان واقول له هاز اكزيت تايم، ما تستناهوش، استناش لما يخلص الفيديو عشان تنتقل للمرحله اللي بعديها، مباشره انتقل للمرحله. وهان نفس الكلام بقول له تستناش لما يخلص الفيديو، لا مباشره اول ما اعطيك الاوكي وتفتح البوابه مباشره ادخل. قيم الصح اللي هان، تعال شوف هيو هان بده يمشي لسه، لا بقول له يلا انتقل للمشي للجري للمشي، اسف مباشره انتقل للمشي. اول ما قيم الصح مباشره يروح على الايدل، مش راح يستنى حضرته انه لسه يخلص الفيديو تبعي. بتهيألي هيك افضل من الاول. الان كل اللي بنعمله انه هذه ازووك بنتحكم فيها من الكود البرمجي من السي شارب. راح نشوف قصتها بعدين، ويعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.